محمد عدنان الصابونجي وكيفاش يدوز اليوم ديالو في الحجر الصحي. انا شخصيا ما تنخرج الا الضروره والضروره القصوى، تندير الكمامه ديالي، تنحاول ندي المعقم ديالي باش اي حاجه قصتها ولا هادي تنمسح يدي بالمعقم، بحكم انني فنان وتمثل مجموعه من الفنانين. من البديهي ان غيكون عندي مجموعه من الالات، سواء الات ايقاعيه او لا الات ديال العزف. عندي الات الكمان، عندي الاورج، عندي الباتري، عندي دربوكا، عندي مجموعه من الالات اللي تنصل معاهم الرحيم وتنفرغ ديك الطاقه اللي تتكون عندي، تنخلق جو في الدار لا انا لا مع الاسره، مع اولادي، مع العائله. والحمد لله وضعت اللمسات الاخيره على مجموعه من الاعمال اللي كانت غادي تطرح السوق في هذه الاونه الاخيره. قدر الله ما شاء فعل. تنحاول دابا نرتبها ونوضع لها اللمسات الاخيره باش تكون عند حسن ظن الجمهور الكريم ان شاء الله. عين الوصول وسجابي عين الوصول وسرت بي كمؤنسة. أي 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 لما بدا منك القبول، السلام عليكم. صباح النور، كيف ما ديما الصباح شويه ديال الرياضه وشويه ديال لي شوفمون، تحرك الواحد شي شويه باش نزيدو شويه في القوة، عطينا الماكله والنعس. تبارك الله عليكم. الحمد لله، حنا في الاواخر ديال شعبان ودابا رمضان على الابواب. ضروري تنبغي نقول لجميع المسلمين في العالم رمضان مبارك سعيد، يدخل علينا ان شاء الله بالصحة والهنا والعافية، ويا رب يرفع هذا البلاء على هذه الأمة. وهذا امتحان من عند الله باش نراجعوا فيه نفسنا ونراجعوا الأوراق ديالنا، وربي رحيم ويرحمنا ان شاء الله، وغير يكون عندنا اليقين واليقين في الله سبحانه وتعالى، وما غيكون غير الخير. ونديروا نلتزموا بما طلبت منا الدولة ديالنا، وما غيكون غير الخير ان شاء الله، ويكون عندنا اليقين في الله بان هذا البلاء وهذه الجائحه غادي تزول. وربي تيقول وان عدتم عدنا، ان شاء الله ما غيكون غير الخير. تحيه اجلال جميع الناس ديال هيئه الصحه، سواء أطباء، صيادلة، ممرضين، كاع الناس اللي غامروا بحياتهم من أجل هذا الوطن، الناس ديال الأمن الوطني، الناس ديال الدرك، الناس ديال القوات المساعدة، كاع الناس اللي صاهرين من أجل الحماية ديال هذا الوطن ومن أجل الحد من تفشي هذا الوباء. تنوجه لهم الشكر وتنقول لهم شكرا لكم، والله يخليكم لينا. وحنا بدورنا حنا ملتزمين بالحاضر ان شاء الله، وجالسين في ديورنا، تربي يرفع علينا هذا البلاء ان شاء الله.